مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. طبعا مثل ما وعدتكم حتكون بالقناة سلسلة اسمها 10 حقائق عن اليوتيوبرز. فبما انه الفيديو اللي فات كان 10 حقائق عن عائلة نارين بيوتي وعجبكم كتير وطلبتوا مني بخانة التعليقات اني اعمل فيديو 10 حقائق عن نور ستارز، فاليوم راح يكون الفيديو 10 حقائق عن نور ستارز. الحقيقة الأولى، تعد نور ستارز صاحبة أكبر قناة بالعالم العربي من حيث عدد المشتركين، فهي أول يوتيوبر عربي تخطت 11 مليون مشترك وأول من تحصل على الدرع الماسي. Noor Stars, congratulations on passing 10 million subscribers. الحقيقة الثانية، نور ستارز من مدمني القهوة، حيث ما ممكن أنها تستغني عنها بحياتها اليومية، وأكثر محل تشتري منه القهوة هو ستاربكس. الحقيقة الثالثة، نور ستارز ما بتجمعها ولا علاقة مع أبوها، حيث أبوها وأمها تركوا لما كانت نور كتير صغيرة، حيث الشخص اللي ساعد أمها على تربية نور هو جدها أبو أمها. بصراحة ما عندي علاقة مع أبي، يعني أنا كبرت وأنا ما بعرف ألفظ كلمة بابا أبي برباني، يعني من وقت كنت صغيرة بعد ما أهلي تركوا، وهو أبي وحياتي وجدي وأبو ماما وكل شيء بدنيتي. هو الرجل اللي لما بدي أخطي خطوة بسأله وباخذ رأيه، هو الرجل اللي موافقته على شغلات بحياتي بتعني لي كتير. الحقيقة الرابعة، تعرضت نور ستارز عدة مرات للعنصرية كونها عربية ومسلمة بأمريكا وبالطيارة وحتى بالمدرسة. الحقيقة الخامسة، نور ستارز بتسافر كتير، حيث الإمارات هو أكثر بلد بتزوره نور، تحديدا دبي، وهذا نظرا للعمل هناك خاصة بالفترة الأخيرة لتصوير الإعلانات وحضور إيفنتات والتحضير لحملتها الجديدة. الحقيقة السادسة، المغني تامر حسني هو أفضل مغني عربي بالنسبة لنور ستارز، وهي كتير بتحب أغانيه، حيث قابلته وصورت معه فيديو من قبل. أجمل حدا بالدنيا، أكثر حدا بحبه بالكون طبعاً بتعرفه، صار بيعرف قد ايه بحبه أنا، بتعرف؟ قد ايه بحبك أنا؟ كثير محظوظ أنا محظوظ. الحقيقة السابعة، تخصص نور ستارز بالجامعة هو إدارة الأعمال. الحقيقة الثامنة، نور ستارز عراقية 100%، يعني أمها عراقية وأبوها كمان عراقي. الحقيقة التاسعة، تعتبر نور ستارز أن التعليقات اللي بتنتقد وزنها هي أقصى نقد تلقته خلال مسيرتها. الحقيقة العاشرة والأخيرة، نور ستارز مليونيرة. مليونيرة؟ هلأ يعتمد على العملة، فإذا قصدك دولار لا، إذا قصدك دينار فإيه، إذا قصدك دراهم ما بعرف صراحة. وهم نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.